إذن للوقوف عند حادث حريق مستشفى الديوانية الذي أودى بحياة 4 أطفال وتداعيات ذلك، ينضم إلينا أودى بحياة 6 أطفال، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. أستاذ عادل، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى الأخبار، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي وقع في مستشفى الديوانية إلى 6 قتلى وما يقارب من 40 مصابا، ولكن في هذا الإطار ألم تتعلم الحكومة من كل الكوارث التي وقعت خلال السنوات الماضية، وبالتالي لابد من وضع ضوابط وحلول للحرائق التي تودي بحياة الأبرياء؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين الفضائي. الحقيقة المواطن العراقي أصبح اليوم متعلم أنه يصحى يوميا على حادث كبير مثل حادث اللي صار اليوم بالديوانية اللي أودى بحياة 6 أطفال حديثي الولادة وأكثر من 30 مصاب واحتراق عدة رذهات. نشوف أنه الحرائق تكثر في المستشفيات الحكومية فقط. يعني اليوم ما لم نسمع أن مستشفى أهلي قد احترق فيه قسم للأطفال أو قسم للنسائية. ليش؟ لأنه المستشفى الأهلي يعود إلى شخص والمستشفى الحكومي تحكمه الأحزاب السلطة، ولذلك تكون المنافسة على الفساد الإداري في هذه المستشفيات موجود. يحاول أي واحد يحصل على الغنيمة مالته من خلال المستشفى. اليوم الفساد الإداري بالمستشفى وصل إلى حد يتحمله وزير الصحة أولا ومدير الصحة المحافظة ومدير المستشفى. اللي صار أنه تم إقالة مدير صحة الديوانية ومدير المستشفى وبعض الموظفين في المستشفى، وهذا ليس حل. إقالتهم ليس حل، المفروض أن يكون هناك تحقيق جنائي تختص به، ليس الوزارة، تختص به مديرية مكافحة الإجرام، لأن هذه جريمة كبرى. 4 أطفال اليوم من ينقتلون وحديثي الولادة، من المسؤول عنهم؟ هل المسؤول عنهم فقط الوزير؟ لا، الوزير جزء من المسؤولية يتحمل، لكن الأحزاب اللي تدعم الموظفين. أنا دخلت إلى مستشفى حكومي في بغداد في يوم من الأيام وسألت أحد الأطباء لماذا الردها وسخة، يقول ما نقدر نحكي ويا المعين نقول له تعال نظف لأنه تابع لفلان حزب. هذه الأحزاب هي اللي تخرب المشهد الحكومي في الدولة. إذن أنتم أستاذ عادل، نعم، تحملون المسؤولية لوزير الصحة، ولكن وزير الصحة صالح الحسناوي أعلن أنه بصدد تشكيل لجان تحقيقية، ولكن ربما المواطن يتساءل ماذا خرجت اللجان السابقة في حريق مثلا مستشفى ابن الخطيب، مستشفى الحسين وغيرها حتى يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية؟ اللجان التحقيقية اللي تشكلها الوزارة هي تشويف للجريمة التي تكون في المستشفيات. لم نحصل على أي نتيجة لحد الآن من مستشفى ابن الخطيب أو اللي صار بالكاظمية وراح ضحيته العديد من الأطفال. هذا تحقيق جنائي يجب أن يكون، والمفروض الوزير أول من يحاسب. في جمهورية مصر العربية قطار طلع عن السكة بواسطة سائق القطار، وزير النقل استقال. احنا ما عندنا ثقافة الاستقالات اليوم بالعراق، نشوف يقتل فلان والوزير باقي، فلان جريمة والوزير باقي. الوزير يجب أن يعرف ثقافة الاستقالات عندما يفشل في عمله. معالي وزير الصحة يجب أن يقدم استقالته فورا على هذه الحرائق اللي تصير بالمستشفيات وتروح ضحاياها العديد من الأطفال. هذا ما ممكن أنه تستمر الحكومة بهذا الشكل، ولا يمكن للشعب أن يقبل على حكومة بهذا الشكل. تظل مدارات إلى هذا وهذا حتى الحزب الفلاني يرضى والجهة الفلانية ترضى. اليوم إقالة مدير المستشفى ليس حل، ليس حل. المواطن أيضا مسؤول، المواطن اللي يدخل الهيترات بسبب فساد الاستعلامات ب5000 دينار يدخلها. قبل الاحتلال كان يومين الزيارة للمستشفيات وممنوع إدخال الأكل وممنوع إدخال الهيترات. اليوم مسويها عزايم عند مريض المستشفى، ما أخذ جدر دولما وقاعد ياكل. هي بسبب انه سوء التغذيه اللي موجود بالمستشفى. لو اكو تغذيه زينه ما ياخذوا له اكل. طيب استاذ عادل، ليتر بنص المستشفى وما حد يحاسب. هذا جزء من اسباب الحرائق اللي تصير، لكنه هذه الوزير او
او المدير الصحه او مدير المستشفى ما يحشيها، لا يقول انه اني مغلوب على امري، يدخلون علي هيترات الى الرزهات ويسوون شاي المرافقين. ما معقول انه مريض يرافق 4 5. هاي المستشفيات الاهليه احنا نشوفها نروح بها ونتعالج بها، نشوف اكو نظام بها افضل من النظام اللي موجود في المستشفيات الحكوميه. استاذ عادل، يعني أستاذ هذا سبب لذلك انا ادعو وزير الصحه الدكتور الحسناوي الى تقديم استقالته كبادره لفشله في اداره الوزاره، وعليه ان اذا بقى في منصبه واصر ان يبقى ان يروح يزور كل المستشفيات ويبدل. ماكو هذا مدير صحه تابع لفلان حزب، ما اجيب واحد مهني وليس حزبي. كافي استاذ عادل، كافي هذه المجامله. أستاذ عادل، لو نعود قليلا بالزمن إلى الوراء قليلا وليس بفترة زمنية طويلة، مثلا يعني مصطفى الكاظمي في حريق مستشفى ابن الخطيب، النتائج اللجنة التحقيقية قال ستعلن خلال أسبوع، ورغم مرور عدة أشهر لم تخرج اللجنة بشيء. لو أتينا على صالح الحسناوي، لم يعلن هذا الوزير عن مدة محددة لعمل اللجنة وبالتالي الخروج بالنتائج، هل نحن أمام ربما محاولة للتسويف؟ نعم، وأنا قلت لجنابك وللمشاهدين الكرام أنه اللجان التحقيقية هي لجان تسويف، يعني مثل ما اللي صار في عملية حريق الحمدانية. نعم. من أصر الشعب على أنه يريد التحقيق خير ظهر التحقيق، وإيش ظهر التحقيق بيه؟ ظهر التحقيق قالت هذا وهذا، لأن الناس اللي راحت منه مسؤول عنها؟ من يعوضها؟ فلذلك الكاظمي من قال انه خلال اسبوعين ان تظهر نتائج التحقيق، لم تظهر. شوف الموضوع، والشعب العراقي مع الاسف ينسى، يعني اليوم الشعب العراقي ينسى. والسيد الوزير الحسناوي من قال شكلت لجنه تحقيقيه، هذا المفروض التحقيق ما يتجاوز 3 أيام 72 ساعه، واذا ماكو امكانيه لدى الوزاره لاكمال التحقيق ان يحال الى مديريه مكافحة الإجرام اللي هي متخصصة، وإلى مديرية الأدلة الجنائية لأسباب الحريق حتى نعرف من وراء الحريق، إذا كان حريق متعمد أو حريق لا إرادي بسبب هجرات بسبب أخرى. المعلومات الأولى تقول أنه بسبب شخص، يعني متورط شخص. نعم، المعلومات الأولى أستاذ عادل، يعني مثلاً النائب فيصل النائلي نائب في البرلمان قال إن هناك شبهات حول تورط شخص في الحريق الذي شب في المستشفى. بغض النظر عن هذا الشخص، هل الصراع بين الأحزاب على المناصب يمكن أن يكون وراء هذا الحريق من جانب أو بحجة تصفية حسابات مثلا؟ نعم، هو اليوم بعد نتائج الانتخابات اللي جرت لمجالس المحافظات، كل واحد يريد يحافظ على خبزته ويبقى بالمنصب ماله، ومن ضمنها لأنه المجالس المحافظات حقوم بتغيير جذري لكل محافظة على محافظتها. محافظة بغداد تغير المدراء، تغير مدراء البلديات، فلذلك كل واحد، هذا هو الصراع السياسي اللي موجود اللي حيصير، واللي تحترق به بعض الدوائر الأخرى قد يجوز لقضايا الفساد اللي مرت، وهذا جزء من من من, من يعني فساد السلطة، فساد السلطة في المستشفيات الأهلية. والحديث يكثر عن المستشفيات وفسادها، يعني ما نسينا احنا مستشفى الشماعية من انباق منها 160 مكيف. 160 مكيف، هذا فساد. ماذا فعل وزير الصحة بهذه الشغلة؟ ماذا سمعنا بقضية التحقيق في من هو المقصر في عملية بوق 160؟ هل مدير المستشفى فقط؟ مدير المستشفى باق 160، من شالها؟ من فكها؟ من باعها؟ وين التحقيق؟ نشوف وزارة الصحة والوزارات الأخرى ما شاء الله علينا احنا ان شاء الله بس نسمع الحوادث. من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري، شكرا جزيلا لكم.